تحتفل العاصمة المؤقتة عدن بطقوسها وعاداتها الخاصة في استقبال عيد الأضحى المبارك. ورغم 6 أعوام من الحرب والجراح، ظلت المدينة محافظة على طقوسها العيدية التي توارثتها جيلا بعد جيل، فيما غابت أخرى بفعل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد. قبيل العيد، عادة ما تكتظ أسواق المدينة بالمتسوقين نساء ورجالا لشراء الملابس والبخور والعطور ومتطلبات العيد، فيما تزدحم صوالين الحلاقة بالرواد وتبادر النسوة بإعداد وشراء حلويات وكعك العيد التي تقدم للضيافة والترحيب بزوارهم. حتى الأكل كان له مذاق خاص، معظم البيوت يأكلوا العطرية في عدن، والصباح بدري، وأيضا تشعر بعضهم المعصوبة، وكان شيء جميل جدا. أيام العيد الناس تفرح، الألعاب موجودة في عدن، الحياة السعيدة، الأطفال بالنسبة للأطفال يخرجوا من بيت إلى بيت ويتزاوروا عند أهلهم، الآباء كانوا يأخذوا أبنائهم إلى كل مكان، وفي الحقيقة فرق شاسع بين العيد اليوم. العيد اليوم يلا الواحد يعيده فرحان، لا نقول أنه ما حد يحتفل بالعيد، ولكن الناس ليست مثل أول. صلاة العيد ومن ثم ذبح الأضحية من العادات والطقوس المحببة لدى أبناء عدن، ارتبطوا بها ارتباطا وثيقا، حيث تمتلئ الساحات المفتوحة والجوامع الكبرى لتبادل التهاني والتبريكات، وتبدأ زيارة الأهل والأقارب والأصحاب، ويذهب الأطفال لزيارة الجيران والأهل للحصول على بعض الحلويات والعيدية. طقوس يوم العيد لازم يكون قرع معين، واللي هو روتي وكبدة، هذا ضروري لازم كل يوم عيد الصباح. ومن مظاهر طقوس العيد خروج الأسر للتنزه في الشواطئ والمتنفسات العامة كساحل أبينة والغدير وصيرة وجولدمور، فيما ينتشر الجمالة بمدينة الشيخ عثمان بجمالاتهم المزينة بالحناء التي تستهوي عشرات الأطفال في صبيحة العيد لغرض اللعب والترفيه، كما أنه موسم لعودة المسافرين من الخارج لقضاء إجازاتهم بين الأسرة والرفاق. إن شاء الله تكون الأيام كلها عياد في اليمن، وتكون ويرجع الزمان زي ما كان أول، ونعيش أحسن من أول. الآن الظروف صعبة جدا على الناس. رغم بساطة عادات وتقاليد العيد في المدينة، يحاول سكانها أن يحافظوا على ما تبقى من تراثهم وعاداتهم وتقاليدهم فيها، في زمن تفعل فيه الحروب كل الأفاعيل لمحوه والقضاء عليه.